مشاهدينا السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء خاص مع البروفيسور والداعية الإسلامي المشهور الذي يتابعه الكثيرون الملايين في العالم دكتور بلال فيليبس. أهلا وسهلا ومرحبا بك سعادة الدكتور. أهلا بكم، بارك الله فيكم. مرحب فيك. قصة طيبة. أهلا وسهلا، يشرفنا كثيرا أن نلتقي بك. السؤال الأول، يقول ربنا تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ولك قصصك الكثيرة مع ديننا الإسلامي، لكن ما همني أن أسألك هو كيف ساق الله إلى قلبك رسالة الإسلام؟ الآية التي ذكرتها تنطبق على الوالدين. الله أكبر. نعم، لأنك طبعا بعد دخولي في الإسلام، نعم، يعني أحببت لهم الإسلام كذلك. الله أكبر. ولكن لم يتم في ذاك الوقت، يعني أخذ 21 سنة قبل أن دخلوا في الإسلام. ودخلوا في الإسلام. ودخلوا في النهاية. الله أكبر. لكن يعني قضية يعني أنك ممكن تحب أن يدخل الإسلام شخص، ومهما حاولت ويعني بذلت من الجهود يعني لم يتم، يعني فشعرت بهذا، يعني هذه الآية حقيقة. هذه الشعور الآية الذي شعره رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعم، مع عمه أبي طالب. نعم، نفس الشعور. نعم، نعم، نعم. فبالنسبة لي يعني القصة طويلة في الواقع، لكن باختصار ممكن نقول أنني تعرفت بالإسلام بعد أن خرجت من النصرانية ودخلت في الشيوعية، يعني طلبا لطريقة يساعد على دخول أو إدخال العدل والمساواة في يعني العالم. يعني الشيوعية تدعي أنها تعطي للعالم يعني المساواة والعدل. نعم، فدخلت الشيوعية من هذا الباب لما كنت طالب في الجامعة أدرس علم الأحياء، ويعني دخلت في الحركات الطلابية وبدأت أدرس يعني في كندا. طبعا في كندا. نعم، هذه في كان في بريتش كولومبيا، يعني غرب كندا. نعم، وأنا نشأت في تورونتو. نعم، لكن وأنا في الجامعة يعني دخلت في الحركة الطلابية ودرست كتب الشيوعية، ومن هذا يعني اتجهت إلى الشيوعية، الدعوة الشيوعية، فصرت داعي شيوعي. نعم، يعني في كندا وفي أمريكا. نزلت إلى أمريكا وجلست هناك تقريبا نصف السنة، يعني مع مختلف الحركات الشيوعية في أمريكا. ويعني بعد أن وصلت إلى حد شك، بدأت أشك في النظرية الشيوعية وتطبيقها، كيف تطبق، والناس هم الناس، مهما نتكلم في العدل وجدنا يعني الأتباع الأحزاب الشيوعية غير عادلين. نعم، يعني ليسوا، يعني ليس فيهم العدل الذي يدعون إليه. نعم، وليس فيه المساواة كذلك.
يعني تجد عدم مساواة حتى بينهم، عدم تطبيق. نعم. هل هذا موجود في الأفكار أم في 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 التطبيق الأشخاص؟ لا في الأفكار لا. نعم. يعني الأفكار يعني تنص على على العدل. نعم. والمساواة، لكن هي كل الفكرة مبنية على أن فطرة الإنسان ممكن أن يغير. نعم. يغير. نعم. ولكن الواقع أن فطرة الإنسان ما يتغير. جميل جدا. فلذلك يعني النظرية كانت فاشلة. فاشلة. لأنها تعتمد كل الاعتماد على تغيير فطرة الناس. نعم. هذا لا يمكن. لا يمكن. يعني فالمهم بعد أن يعني تعبت يعني في نفسي يعني صراع داخلي حول الفكرة هذه، رجعنا إلى كندا، انضممنا إلى حركة كذلك للشباب، حركة يعني ثورية تريد تغيير المجتمع والأفكار الأساسية كذلك شيوعية. وبعد أن مشيت معهم فترة قصيرة عرفت أن لا فرق بين ما عندهم وبين ما كان في أمريكا، وفكرت في ترك أمريكا حتى أسافر إلى الصين، يعني أتعلم من يعني الجماعة في الصين التي طبقت ظاهرا طبقت يعني النظرية على مستوى يعني شيوعية على مستوى يعني دولة. نعم. لكن في نفس الفترة بدأت أقرأ أكثر في التاريخ، وكنت وتعرفت على حقائق الصين وحقائق الروس، ما حصل في روسيا يعني في أيام ستالين، كم ملايين يعني قتل ستالين يعني من الناس. ونفس الشيء في ماو تسي تونغ في تشاينا في الصين، كم ملايين قتلهم يعني حفاظا على الثورة يعني الشيوعية. ف يعني ما عجبني ما قرأت يعني. ففي ذاك الوقت أحد الأعضاء في الحزب الذي دخلت فيه أسلم، كانت أخت مرأة أسلمت، وهذا لفت نظري إلى سبب لماذا أسلمت. وقد تعلمنا أن الدين أفيون الشعوب. نعم. معروف. معروف. هذه فكيف قاعدة. قاعدة. نعم. فكيف يعني تسلم؟ فهي قالت لي يعني صحيح الأديان أفيون الشعوب غير الإسلام. غير الإسلام. الإسلام غير. ليس الإسلام كبقية الأديان. نعم. نستثني من القاعدة هذه الإسلام. أي نعم. نعم قالت. فقلت خلاص أعطيني كتب خليني أقرأ. نعم. يعني أشوف حقيقة كلامك. وفعلا يعني أول كتاب أخذت هو كتاب شبهات حول الإسلام. الله أكبر. للدكتور محمد قطب. نعم. رحمه الله. لا يرحمه. نعم. مات منذ فترة قليلة. إيه. قليلة. نعم. نعم. فهذا الكتاب مع أنه اعتذر يعني من الكتاب وقال أن الكتاب غير مناسب، ولكن في الواقع صحيح يعني أن الجانب الروحي يعني الديني روحي يعني ممكن غير موجود، ممكن تقول هذا. نعم. يعني أو قليل. نعم. أكثره في النظريات والأفكار قناعات. ويعني نعم هذا. ولكن
للشخص السياسي اللي دخل في السياسة السياسة العالمية فهذا الكتاب مناسب جدا جدا, لأنه قارن بين الشيوعية والرأسمالية والنصرانية والبوذية, يعني كل الأفكار المذاهب موجودة في العالم, قارن بينها من ناحية اقتصادي يعني, ومن ناحية يعني أخلاقي وكل النواحي, ودخل فيها. وفي النهاية يعني الفكرة الواضح الذي هو قدمها أن كل الخير اللي موجود في جميع الأديان والفرق ومسالك, كل الخير موجود في الإسلام. الله أكبر. لا تجد خير فيهم ليس في الإسلام, وكل الشر ليس في الإسلام. ليس الإسلام. نعم. نعم. فكأن الإسلام جمع كل الخير. محاسن هذه المذاهب. نعم. وترك كل الشر. كل الشر. الله أكبر. فهذا بعد قراءة الكتاب هذا أنا كنت مقتنع بأن الإسلام هو الطريق السليم الصحيح لتغيير العالم من الظلم والحروب وكل ما فيها من الشر إلى عالم يعني خير. نعم. فقابلت شخصا هو الذي كان هذا هو الكتاب, هذا الكتاب هو الذي سبب لك الدخول في الإسلام. نعم. وطبعا أنا كنت ناقش يعني في كان هناك أخ هو الذي يعني دعا هذه الأخت للإسلام. الأخ اسمه دكتور عبدالله حكيم كويك. نعم. الآن يعني نعم دكتور عبدالله حكيم كويك وهو من أمريكا. نعم. هو جاء إلى كندا وعاش في كندا فترة. وكان يدعو, بل كان يدعوني كذلك, ولكن كلامه يعني ما كانت يقنعني. نعم. ولكن الأخت يعني هي يعني لأن ممكن نقول أنا كنت مستعجل. يعني إذا ما وصلت إلى النقطة المهمة يعني في 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 الجملة الأولى أو الثانية لا أسمع ثاني. أما هي كانت صابرة, سمعت كل كلامي. كلامه هو. ويعني أثرت فيها وأسلمت. الله أكبر. المهم بالنسبة لي هذا الأخ هو بعد أن اقتنعت وهو يعني كمل الطريق معي, يعني أسئلة التي كانت عندي وكذا وجاوبها هو وبعض الإخوة آخرين من المسلمين الجدد اللي أسلموا. نعم. دكتورنا بعد الدخول في الإسلام كنت بحاجة إلى فهمه بعمق, فبدأت طريقة الدراسة الطويل مع الدعوة, الدراسة مع الدعوة. فلخص لنا يا شيخنا هذه التجربة المجهدة والممتعة. يعني بعد إسلامه ضرورية الدعوة كانت يعني أمامي, لأن بعد أن أسلمت والأبوين والإخوان والأخوات والعائلة كله غير مسلمة. الله أكبر. بمعنى أمامي يعني جبل لابد يعني أن أصل إلى قمتها. الله أكبر. فبدأت طبعا يعني أدعو أهلي باللطف يعني, وهم أهم شيء أن الأبوين يعني كانوا يعني متفتحين في أفكارهم. نعم. جميل. فقبلوا دخولي في الإسلام. عارف بعض الإخوان يعني أسلموا وأهلهم قالوا لهم إيش؟ أنتم بالنسبة لنا أموات. الله. أنت ميت بالنسبة لنا. نعم. فلا تكلمنا ثاني.
نعم. أنت. نعم. أنت مبعد نعم. من العائلة من ولا الأهل نعم. لكنهم قبلوا أهلك قبلوا ذلك نعم نعم قبلوا. بكل سهولة نعم. بكل سهولة نعم. وفي ذاك الوقت كمان تعرفت أن لي أخ متبني كان مسلما عاش بيننا عاش في أسرتكم نعم نعم. يعني لما كانت الأسرة في ماليزيا نعم. أمي تبنت ولد. يعني ماليزي لكن اندونيسي الأصل اندونيسي الأصل يعيش في ماليزيا نعم عايش في ماليزيا وطبعا لغتهم يعني اندونيسية وماليزية واحدة بقى. نعم نعم وهم فقط لهجات يعني فقط فهي يعني تبنته وهو عاش بيننا ولكن هذه كان نفس الفترة التي ذهبت إلى الجامعة في كندا رجعت إلى كندا يعني أواصل دراستي في كندا الجامعية فالتقيت به فترة وكنت معه ولكن فترة قصيرة وفقط لاحظت يعني بعض حركاته غريبة بالنسبة لنا يعني مثل الصلاة. وعاداته الصلاة يعني دخلنا في غرفته أنا وأختي وأخي أحيانا كلنا دخلنا بدون أن نضرب الباب نفتح الغرفة دخلنا وجدناه ساجدا على الأرض وكنا نستغرب ونتساءل بيننا يعني ماذا يفعل سبحان الله إيش هذا لكن ما سألناه وهو ما شرح لك هو عارف أننا نستغرب لكن هو كان مستحي نعم. يعني هذه طبيعة الشعب الماليزي الإندونيسي الحياة نعم يعني ليس فيهم الجرأة نعم كان بإمكانه أن ينقذكم نعم من ذاك الوقت نعم. وكمان كنا نلاحظ أن في رمضان أن أمي كانت تستيقظ مبكرا في الصباح تعد له السحور ما عرفنا أنه سحور وما السحور ولكن عرفنا أنها كانت تستيقظ يعني مبكرا وتعد له طعام عجيب وإذا أكلنا يعني في يعني ايش اسمه الغداء او العشاء اذا اكلنا الخنزير وكنا كنصارى نعم جائز انا يعني جائز كنا ناكل نعم فامي تعد له سمك نعم او دجاج او بقر بس ما ياكل الخنزير وقلنا هذه غريب بالنسبة لك وفي أشياء أخرى يعني لاحظنا في عاداتي فأنا لما أسلمت وبدأت أتعلم الصلاة وعلمت يعني السجود عرفت في ذاك الوقت ماذا كان يفعل أخي المتبني الله ففورا ذهبت إلى أطوة يعني أقابله وأخبره أنني دخلت مسلم كذلك مثله الله وبخت كذلك يعني قلت لهم لماذا ما أخبرتنا برسالة الإسلام مرة يعني 10 سنوات كنا من المسلمين من قبل نعم لكنا دخلنا في الإسلام بعد ذلك دخلت في الجامعات السعودية ودرست الإسلام لا نعم كما قلت يعني كان أمامي يعني شو اسمه الدعوة دعوة العائلة بقية العائلة للإسلام وعرفت أن علمي محدود
نعم. يعني علمي للإسلام محدود. محدود. فعرفت أنه لا بد من أن أدرس الإسلام تماما حتى أستطيع أن أناقشهم وأدعوهم يعني بطريقة سليمة يعني قوية. نعم. أن تكون قوية الحجة. نعم. نعم. فبدأت في كندا أول ما أسلمت يعني ما وجدنا حركة فيها تعليم غير جماعة التبليغ. فدخلنا معهم وتعلمنا بعض الأساسيات ولازمت أحد شيوخهم اسمه كورنل أمير الدين وسافرت معهم إلى بريطانيا حيث قال لنا أن في بريطانيا آنذاك أكثر من 50 مسجد وفي كل مسجد عالم مولانا يسمونهم مولانا, مولانا عالم مولانا. عالم من هذا النظام التعليمي فقلت لابد أن أذهب أجلس مع هؤلاء العلماء أستفيد وأدرس عندهم وكان معي كتب يعني أسجل كل الأسئلة والأجوبة وكلام وطريقتهم للتعليم كان يعني طريقة فقط يعني إخبار ما هو صحيح وما هو غير صحيح بدون شرح الأدلة أو شيء ولكن أنا سجلت كل شيء حول الوضوء حول يعني المعاملات المالية يعني كل الأشياء تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا سجلت ثم لما رجعت إلى كندا انتقلت مع زوجتي وأنا تزوجت دعوت أخت كانت في نفس الحركة هي أسلمت وتزوجتها فانتقلنا إلى بيت جنب المسجد مسجد الثاني اللي كان في تورنتو في آنذاك كان في فقط يعني مسجدين في تورنتو الآن في مئات المساجد مئات المساجد فإمام المسجد كان من مصر طبعا جماعة التبليغ هم باكستانيين وهنود في الغالب في الغالب نعم نعم, نعم نعرف اللي عرفتهم ومنهم بعض بنغاليين بنغلاديش من بنغلاديش فالمهم هذا إمام مصري وبدأت أدرس معه لأنه له علم عنده علم إمام وبدأت أدرس معه كتاب فقه السنة فقه السنة وكتاب فقه السنة كلما يعلمني نقطة يأتي بالأدلة نعم لسيد سابق لسيد سابق رحمه الله لا يرحمه فلاحظت الأدلة يعني فهذه نقطة مهمة جدا يعني لأن كل الكلام فيه دليل دليل نعم. يعني حتى أي واحد يمكن يفهمه لا يحتاج الطريقة الأولى حفظ هذا صحيح هذا غير صحيح هذا صحيح هذا غير صحيح أما أن تنقل هذا العلم إلى ما لا ما درست لا تستطيع لأنك ما فهمت المبدأ اللي وراه الدليل دليل ليس عندك الدليل فلما درست مع هذا العالم وتعرفت على بعض الإخوة من المغرب مغاربة ولاحظت الاختلافات فقهية بينهم من طريقة الصلاة وأشياء أخرى يعني عرفت أن في مشكلة هناك مشكلة لا سيما لما دخلت في مسألة إيش مسألة ملامسة النساء نعم
فحسب يعني كلام يعني الأحناف، وأنا بعد أن مشيت مع جماعة التبليغ نصحوني بأن أكون حنفيا، لأن أكثر المسلمين في العالم من الأحناف، من الأحناف، وأول إمام هو النعمان بن ثابت الحنفي، نعم. أبو حنيفة، نعم. وأول الأئمة، نعم. يعني هكذا، فدخلت في المذهب الحنفي، نعم. هنا يقولون الأخوة التبليغيين لا تذهبوا إلى الفقه، يعني في الفقه يعني لا تذهبوا إلى الاختلافات الفقهية، في عندما ذهبت إلى الحنفي تعامل معه بحنفيته، وإذا ذهبت إلى الشافعي فتعامل معه بشافعية، نعم. نعم، لأن الكلام كان على أساس إيش؟ العبادة، أن هناك أربع مذاهب، نعم. لابد أن تتبع واحد من الأربع، لازم، نعم. والأربع كلها صحيحة، نعم، كل ما فيها صحيح، نعم. إما تختار هذا أو ذاك أو ذاك، نعم. لكن طبعا الأفضل هو الحنفي، نعم، حنفية، نعم. فأنا يعني قبلت الفكرة ومشيت عليه، بس لما بدأت أدرس وعرفت قضية الأدلة، ما الأدلة، ولاحظت في موضوع ملامسة النساء يعني لاحظت أن الأحناف تقول إذا لامستم النساء فوضوءك سالم، أما الشافعية فإذا لمست المرأة وضوءك نقض، ينقض الوضوء، مس المرأة تنقض الوضوء. فقلت إذا كان هذا رأي الشافعي صحيح ورأي الحنفي صحيح، بمعنى أن يمكن أن تكون كشخص متوضي وغير متوضي في آن واحد، نعم. هذا نعم. نعم، وهذا تناقض، تناقض، هذا غير منطقي، نعم، يعني نعم. غير منطقي، نعم. فقلت يعني إما هذا أو إما ذاك صحيح، نعم. يعني ما يكون الاثنين صحيح في آن واحد، في آن واحد لا يكون، لا يمكن، نعم، نعم. الراجح والمرجوح، ها، الراجح واحد منهم راجح، نعم. فهذا جعلني الآن بعد أن لاحظت يعني اختلافات كمان مع المغاربة وهم مالكية وهم المالكية، قلت لابد أن أعود أو أذهب إلى منبع الإسلام وأدرس من هناك. وفي نفس الوقت الذي قررت الذهاب إلى المنبع وما كنت متأكد يعني أين المنبع، جاء يعني منحة دراسية لطلاب في كندا، فأخذت المنحة للجامعة الإسلامية بالمدينة. نعم، منورة. بدأت مشوارك مع الجامعة الإسلامية، نعم. ثم إلى جامعة ملك سعود في الرياض، دكتوراه في كان من بريطانيا، ولكن أنا شيخنا، الجهل والخرافة هما أخطر الآفات التي تعاني منهم المجتمعات المسلمة. كثير من الطوائف والجماعات ابتعدت عن الإسلام الصحيح، فكيف نحارب هذه المشاكل الاجتماعية والتي يستخدمها أعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام ويصنفونه كأنه إرهاب وكذا؟ يعني الطريق الوحيد هو التعليم، يعني لأن أكثر الجماعات المنحرفة يعني يستخدمون العنف، فلو حاولنا تغييرهم بالعنف لا ننجح، مثل آيسيس الموجود، يعني مع أنهم يعني انهزموا، يعني فانتشروا إلى أماكن أخرى ويسوون نفس الشيء، لأن ما تغير الفكرة، يعني تغيير الفكرة تحتاج إلى تعليم. فلذلك يعني أنا ركزت في التعليم يعني في أكثر حياتي بعد التخرج من الجامعات، نعم. يعني نعم. والأمر الآخر، يربط الكثيرون الإسلام بالإرهاب،
والسبب تصرفات بعض الجماعات التي ذكرناها الآن. معنا الإسلام دين السلام، ما الرسالة التي توجهها لمن يتهمون الإسلام بالعنف والإرهاب؟ يعني لابد أن تنظر إلى المبادئ، لأن الإنسان مخير، إما أن يتبع المبادئ أو إما أن يأتي بالجديد أو يأتي بما ليس فيه. يعني فلو قلنا يعني لهذا الشخص مثلا نصراني، يعني يقول النصرانية دين سلام، عيسى عليه السلام كان يدعو إلى السلام، لا يقتل ولا يحارب ولا. بس نقول لهم وما الحروب الصليبية، من أين جاء هذا؟ جاء من داخل الكنيسة. ومن أين يعني الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وهؤلاء يعني دول نصرانية تقاتل يعني داخل أنفسهم، ويعني عدد القتلى يزيد عن يعني يخلي الإنسان يجن لو يسمع يعني أن 15 أو 18 مليون قتلوا في الحرب العالمية الأولى، وأكثر من 60 مليون قتلوا في حرب العالمية الثانية. سبحان الله، أين هذا؟ يعني في تاريخ الإسلام وكل الحروب لم يصل العدد إلى يعني 1% من ما حصل عندكم في من خلال يعني هذين الحربين. يعني نعم 15 سنة قتلتم هذه الأعداد، وهؤلاء نصارى. فأنت قلت أن النصرانية سلام، ومن أين جاء هذا؟ فدائما نعود إلى مبادئ، يعني إما أن تكون المبادئ سليمة والناس منحرفين، أو المبادئ غير سليمة والناس عاديين تعلموا شيء فيه يعني خطورة، فيه عنف، فيه كل هذا الشيء. فدائما نقول أن الإسلام ليس هو ما يفعله الناس، بل هو ما كان يجب على الناس أن يفعله. نعم. دكتور بلال، غالبا ما يسافر وينتقل بين الشعوب، وأشهر الرايات التي يرفعها العلم والإيمان، وهما متلازمان في الحقيقة، ولكن كي لا يتشتت دورك تنشط مع مؤسسات، فأخبرنا أنشطة هذه المؤسسات وأسماءها، مثل الجامعات و... يعني طبعا من تخرجي من الجامعة الإسلامية بدأت أدرس في مدارس إسلامية في الرياض، مدارس منارات الرياض كنت أدرس فيها، وفي الإمارات ذهبت إلى الإمارات كنت أدرس هناك في الجامعة الأمريكية، فتحت قسم لقسم إسلامي، ما كان عندهم قسم إسلامي، فتحت قسم إسلامي، وأنشأت في السعودية مع آخرين يعني مراكز دعوة، الآن تسمى بالمراكز الجاليات. وفي الإمارات كذلك فتحت يعني أول مركز دعوة في دبي، وفي عجمان فتحنا قسم كامل في جامعة بريستون لتعليم الدين، دراسات إسلامية الشريعة. وفي قطر يعني كذلك أنشأنا يعني كلية للدعوة، وذهبت كذلك إلى السودان وفتحت لهم قسم دعوة باللغة الإنجليزية، كان عندهم قسم الدعوة باللغة العربية
والشعب المدعو هما في جنوب السودان ما يتكلمون باللغة العربية. باللغة العربية نعم. كثيرون منهم لا يتكلمون. لا يعرفون. فيعني فالداعي المتخرج لا يعرف غير العربية لا يفيد. فجبنا لهم يعني منهج كاملة للدعوة باللغة الإنجليزية. وذهبت إلى الهند وأنشأت أول جامعة إسلامية معترف بها لدى الحكومة الهندية في تشناي، يعني كلية سميناها كلية بريستون العالمي. متى كانت هذه الفترة؟ متى كانت؟ هذا كان في 2009. جميل. 2009. وبعد هذا يعني أنشأت الجامعة الإسلامية على الإنترنت في تقريبا 2007 فتحنا قسم للدراسات الإسلامية مجانية، القسم مجاني يعني. وفي 2010 بدأنا في دراسات أكاديمية يعني بكالوريوس في الشريعة على الانترنت باللغة الإنجليزية. نعم. وفي أول دفعة تخرجت في 2014 فتحنا كذلك قسم للتربية وعلم النفس ويعني التمويل الإسلامي والتقنية وكذلك إدارة الأعمال. كل هذا في جامعة إسلامك أونلاين يونيفرسيتي. نعم. وكلها على الانترنت. كله على الانترنت وتدرس من وجهة نظر إسلامي. نعم. هذا يعني خصوصيته. نعم. وإلا جامعات موجودة. هذه المواد كلها. جميل. لكن نحن يعني هذا كان شرط قاعدة عندنا أن كل مادة تدرس من وجهة نظر إسلامي. فالأستاذ لا يكفينا أن يكون أستاذ يعني متعلم متخصص في الموضوع، في لابد أن يكون عنده خلفية إسلامية أو ميل إسلامي يستطيع أن يبحث ويعطي الطالب النظرة الإسلامية في كل ما يدرس. نعم. إن هناك تحديات تواجه طلابنا في الصومال منها الإنجليزية، وقد أخذ بعض من أفراد أسرة الدورات لتعليم في الجامعة إسلامك يونيفرسيتي. سؤال، ما هي جملة التحديات التي تتوقعونها من طلابنا وكيف يمكننا تفاديها يعني كي يكملوا مع الجامعة الإسلامية على الإنترنت؟ يعني كما تفضلت يعني العاقبة الأولى هي أو يعني الصعوبة الأولى صعوبة اللغة، لأن التدريس فعلا باللغة الإنجليزية. جميل. وفي البلد اللغة الإنجليزية لا تدرس، يعني تدرس من خلال اللغة الصومالية. فالطالب يتخرج من الثانوية لا يعرفون اللغة الإنجليزية جيدا. جميل. لأن لا يستطيع يتكلم به. نعم. فإذا دخلوا في الجامعة يعني نفس الشيء. الأساتذة في كل المواد مهما يكون التخصص يعني يدرسون باللغة الصومالية، يعني مع أن الكتب باللغة الإنجليزية وكان مفروض أن تدرس باللغة الإنجليزية، فالطلاب أنفسهم يرفضون يعني، والجامعات لا تستطيع أن تلزمهم بالدراسة باللغة الإنجليزية. فهذا يعني يعني العرقلة الأولى الكبرى. ولا كذلك طريقة التعليم، لأن طريقة التعليم في المدارس طريقة قديمة تقليدية بناء على الحفظ، فالطالب يحفظ المادة لا بدون فهم، بدون فهم. نعم. ويعني يكتب ما حفظ في الامتحانات. وكثر الغش. وكثر الغش. نعم. فبهذه الطريقة لما يدخل في جامعتنا
الجامعة تركز في الفهم، يعني لا تركز في الحفظ. يعني طبعا في أمور لابد أن تحفظها، لكن أكثر ما تدرس هو بالفهم. ويطلب من الطالب أن يكتب يعني بحث، فيجد نفسه في حيرة كيف يعني، لا يحاول أن يعني cut and paste، يعني تأخذ مواد مكتوبة يعني على الانترنت من أماكن مختلفة ويحطها كلها يعني مع بعض ويسلمها. ولكن عندنا جهاز التي تبين من أين جبت كل هذه المعلومات، يعني نعم من أي موقع في الانترنت وكذا، ويعني نعطيك صفر. إذا جبت مثل هذا نعطيك صفر. يعني لا يجوز أن يكون نسبة النقل نسبة النقل أكثر من 25% من البحث. من البحث جميل. يعني 75% لابد من أن تكون من نفسك. من نفسك، يعني بمعنى لو قرأت شيء وتعبر بنفسك عنه مقبول. أما أن تنقل كما هو كما كانت بنفس الكلمات، نعم نعم، هذه المشكلة الأساسية. إن شيخنا الأمر الآخر، طلابنا تعودوا التعليم التقليدي، فصل، معلم، منهج، شرح أسئلة، ويصعب في بعض المرات الانسجام مع الوضع الجديد. أنتم قمتم ببعض الحيل والسياسات لمتابعة تعليم الطلاب حتى يعلم الجميع ويتقدم الطالب الجاد ولا يحجز الهازل مكان المستفيد من هذه الفرص النادرة. ما سؤالي هو كيف يتلائم الطلاب مع هذا الوضع الجديد، وكيف أنتم تتابعون يعني الطلاب؟ حاولنا يعني الجامعة تعطي فرص للطلاب أن يتدارسون بين أنفسهم. يعني هذه يعتبر الدراسة يعني يسمونها بليش group learning. group learning، نعم، دراسة داخل مجموعة. يعني لا تعتمد على الأستاذ ولا على الكتب. يعني ما تفاهم الطلاب يعني يتفاهمون مع بعض. هذا يساعد ذاك. يعني هذا يعني يساعد الطالب في فهم يعني المواد مختلف المواد. وكذلك يعني يساعد الطلاب في إعداد يعني ملخصات للمواد، لأنه دخل وما تعود على إعداد ملخصات، لأن مفروض المراجعة تكون من الملخصات ليس من الكتب. وكذلك طريقة التعليم على الإنترنت، حيث أن الأستاذ يعني يدرس درس مسجل، تستطيع أن تعيد الدرس عدة مرات، يعني حتى فهمت كل ما فيه. أما إذا كنت تدرس في جامعة تقليدية وجئت متأخر للمحاضرة أو نمت نصف المحاضرة، خلاص فاتتك هذه المحاضرة، ما تستطيع تستعد. نعم نعم شيخنا، لنذهب إلى مواضيع أخرى قد تكون أكثر أهمية. الدعوة إلى الله، الدعاء في العالم الإسلامي مختلفون، وهذا ليس يعيب بعيب، الوسائل مختلفة والبيئات كذلك مختلفة. أسألك، ما هي الوسائل العصرية التي تنصح بها الدعاء عموما باختصار شديد؟ الوسائل العصرية طبعا هو كل الموجود، يعني من الانترنت، من يعني يوتيوب فيديو، يعني والدروس المسجلة، والسفر، إمكانية السفر، ويعني طرق تجمع الناس، كيف تجمع الناس حتى يستفيدون. هذه الوسائل يعني لا تغير يعني
أصل الطريقة. يعني بلغوا عني ولو آية منطبق اليوم كما كان قبل 1000 سنة. يعني ولكن الوسائل تعين اليوم وصول أو إيصال هذه المعلومات إلى جميع الناس. يعني من قبل هذه كان يتطلب من الشخص أن يعني يسافر يعني إلى أماكن بعيدة جدا، يسافر لا يرود خلاص يذهب. أما الآن أنت ممكن تجلس في بيتك وتدعو الناس يعني آلاف. يعني الموقع موقع لي في فيسبوك يعني 6 مليون، 6 مليون شخص، 6 مليون شخص. يعني يصل يعني هذه المعلومات إلى 6 مليون شخص وأنا في بيتي. أنت في بيتي. نعم. جميل. نعم. إن الملايين في العالم شاهدوا محاضراتك ومحاضرات ثلة من أصدقائك العلماء، تذكر منهم الداعية زاكر نايك وآخرين طبعا. العجيب أعداد بعض المرات أعداد المستمعين هائلة يعني ومنتظمة كذلك، ولا أحد يتحرك. فكيف تمكن لكم ذلك؟ نحن شعوب تحب أن تتعلم من 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 إخوانها الذي المجتمعات الأخرى. هذا التنظيم، يعني تنظيم ومراقبة ويعني الإعداد والتخطيط. يعني هذه بعض المرات أعداد المستمعين فوق الآلاف، مئات الآلاف أو أي نعم. لا يصل، كنا في الهند يعني نحاضر أو نخاطب يعني نصف مليون يعني 500,000 شخص في محاضرة واحدة. نعم. في مكان واحد. فهم يعني جاب ناس يعني شغلهم أن يتابع يعني ويرتب يعني، ولا يسمح لواحد مثلا يعني يعمل فوضى. نخرجه فورا من المكان. يعني هذه الأشياء. جميل. يعني جميل جدا. نعم. الصحابة كالنجوم وكلنا نتشرف بالاقتداء بهم. وأنا أتذكر صحابيا من الصحابة تشبه قصته قصتك في الحياة. أنت هل تعرف هذا الصحابي؟ أنا أولا أسألك وأعرفك عليه إذا أنت. يعني هناك سلمان الفارسي. سلمان الفارسي. نعم. من كان يعبد النار. نعم. ثم النصرانية. نعم. ثم الانتقال إلى الإسلام. أنت كنت في الصغر يعني كنت تعيش من جوميكا، تعيش في كندا، ثم إلى السعودية، ثم إلى العالم. يعني أنت ما شاء الله تقتدي بهذا الصحابي وكثيرون. أي يعني في تشابه. نعم. ولكن طبعا يعني نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ونصائحه. ولما ننظر إلى حياة يعني الصحابة بعضهم يعني ماذا مروا به من الفتن أو يعني صعوبات لتطبيق الإسلام في حياتهم، هذه الأشياء يذكرنا يعني ويصبرنا يعني لما لا بد أن يتحمل الداعي يعني مهما يكون في أي قرن في أي مكان. يعني الصعوبات لازمة. نعم. فإن شاء الله شيخنا، إذا كان هناك نصائح تنصح مشاهدينا فلخص عدة نصائح، نحن نحب أن نستفيد ونستمع. المهم يكون الدعوة في كل شيء موجود ممكن. أنت كسائق تاكسي يمكنك أن تدعو الراكب اللي معك، لأن الذي في سيارتك إما تدعو الناس إلى الإسلام أو تبعدهم من الإسلام. من الإسلام. لا. نعم. فإما تعمل موسيقى يعني يعني مغنيين وكذا. نعم. يعني وهذا يبعدهم عن الإسلام. نعم. أو إما أن تكون في محاضرة أو قرآن
أو شيء يعني يجذبهم للإسلام. نعم. وكمان معاملتك، والدين معاملة. معاملة. نعم. نعم. يعني المعاملة قد يكون يعني أقوى لدعوة الناس من كلامك، لأن لو نظرنا إلى أول من أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقول من الأولاد يعني علي بن أبي طالب. نعم. أبي طالب، يعني هل دعاه من باب يعني أقسام التوحيد الربوبية والأسماء والصفات لا. هو من المعاملة. من المعاملة. هو أول جاء من العبيد، فهو إيش شو اسمه؟ بلال. لا. الحارثة. زيد بن ثابت. لا. زيد بن الحارثة. زيد بن الحارثة. نعم. هو اللي أول يعني هو كان شاب صغير يعني مثل علي بن أبي طالب. نعم. ولكن هو تعثر من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى زوجته هل أقنعها على يعني توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هل دخلت من توحيد الله ولا دخلت من يعني ثقتها به والأمانة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بها؟ ونفس الشيء يعني أبو طالب، أبو بكر. أبو بكر دخل من أي باب؟ هل دخل من مناقشات فلسفية ويعني لا أبدا. لا. هو عرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وعاش جنبه، وعرف يعني أن هذا الرجل لن يكذب أبدا، لأنه ما كذب ولا يوم أو لحظة في حياتي. الله. يعني يعني هذا قال يعني مهما يقول لي أصدق. نعم. فهكذا هذا الواقع. وأنا عملت كمان بحث في نفس الموضوع، موضوع أسباب دخول الناس في الإسلام، وفي الغالب أقول ممكن 70% من أخلاق الدعاة. فهذا الشخص من أخلاقه قد لا يكون داعيا، لا يدعو يعني يتكلم يعني يدعو الناس بهذه الطريقة، ولكن من أفعاله يعني أثر في الكثير. نعم. يقول أن الدعوة سامتها. نعم. المعاملات. نعم. فهكذا يعني نقول للناس يعني لا بد أن تكون ممثلا للدعوة. نعم. هذا من أهم الأشياء، وليس هناك طريقة واحدة، لأن هذا الناس دائما يسألون ما هي الطريقة يعني الوحيدة اللي ممكن تدعو أي شخص. لا توجد الطريقة مثل هذا، لا توجد، لأن أنت كداعي كطبيب كل الناس اللي يجون عندك هل تعطيهم نفس الدواء؟ لا تقتل الناس يموتون. نعم. نعم. فلا بد أن يكون يعني الدواء يعني مقابل أو مناسب للداء. نعم. يعني هذا مريض من هذا، لابد تعرف ما هو المرض اول، شخص المرض، بعدين تعطيه الدواء المناسب. نعم. بهذا نختم برامجنا، ونشكر فضيلة شيخنا دكتور بلال فيليبس، ونشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. الله يبارك.